تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية. أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة عن بدء الوزارة صباح اليوم في توزيع وحدات المدينة الشمالية على المواطنين المستحقين. وأكد وكيل الإسكان استمرار الوزارة وحرصها على تنفيذ أمر سمو ولي العهد وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك المشاريع التي تنفذها الوزارة بكافة محافظات المملكة ومشاريع مدن البحرين الجديدة، مشيرا إلى ما أسهمت به الوزارة خلال الفترة الماضية من توزيع العديد من الوحدات السكنية التي غطت آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين. وأشار الشيخ عبد الله بن أحمد إلى أن توزيع وحدات المدينة الشمالية يعد استمرارا للتوزيعات التي بدأتها مسبقا في إطار البرنامج الزمني الذي وضعته تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتابع الوكيل أن مشروع المدينة الشمالية يعد أحد أبرز وأضخم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والتي تعتبر أكبرها من ناحية المساحة وعدد المساكن لتبلغ بذلك الطاقة الاستيعابية للمدينة حين اكتمالها حوالي 100 ألف نسمة على مساحة تم اختيارها بعناية فائقة تبلغ حوالي 740 هكتارا. بدأنا اليوم في وزارة الإسكان بتوزيع وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية في عدد من المشاريع الكبيرة التي قامت بها وزارة الإسكان، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد والتي أعلنها في الملتقى الإعلاء الحكومي بتوزيع 4800 وحدة سكنية. بدأنا اليوم باستكمال توزيع وحدات المدينة الشمالية، وطبعا كما هو معروف للجميع المدينة الشمالية هي من أكبر وأبرز المشاريع التي تقوم فيها وزارة الإسكان في ضمن إنشاء خمس مدن إسكانية جديدة. المدينة الشمالية تستوعب 100 ألف نسمة ومبنية على 740 هكتار، بالإضافة إلى أن المدينة الشمالية تتميز بواجهات البحرية وبالإضافة إلى خدمات متميزة فيها جدا. أشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد ووزارة الإسكان القائمين عليها. لقد تلقينا اتصال بالأمس، كان هذا الاتصال يعني مبهج ومثلج لصدورنا وصدور أهالي المنطقة، خصوصا منطقة الدراز، خبر حصولنا على وحدات سكنية. فرحة كبيرة لما اتصلوا فينا أمس بخصوص استلام الوحدة السكنية في المدينة الشمالية. العائلة كلها استانست بالبيت اللي طلع علينا، وإن شاء الله يكون فاتحة خير على الجميع على المدينة الشمالية والساكنين فيها إن شاء الله. نشكر ولي العهد على توجيهاته الرشيدة على استكمال المدينة الشمالية وتوزيع الوحدات السكنية. نشكر وزارة الإسكان على رأسها رئيس وزير الإسكان.